أهلاً بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب، برحب بكم، برحب بمداخلاتكم، برحب بأسئلتكم حوالين موضوع اليوم وطلبات الصلاة أكيد بكل تأكيد بنرحب بكل مداخلات فيها طلبات للصلاة، برحب بيك دكتور أشرف عزمي نورنا كالعادة. شكراً يا أخ بيتر وكمان أنا برحب بكل الأخوة المشاهدين في كل مكان لبرنامج عبر الكتاب. آمين. آه بنكمل دراستنا و رحله دراستنا في سفر الخروج النهارده بالتحديد هنقف قدام الوصايا العشر م. اسيس اشرف آه، انتهينا بالمره اللي فاتت عند آه، حرب عمليق وشفنا الشعب ورحله خروجه م. احنا النهارده بنقف قدام اهم لحظه او اهم وقفه وقف موسى قدام الرب فيها واستلم منه للشعب الوصايا العشر يا ترى حضرتك النهارده عايز تقول لنا ايه في الموضوع دوت وتاخدنا ناحيه ايه بالظبط موضوع الوصايا العشر موضوع مهم جدا لانه يعني الله عندما بينقذ الانسان مش بيخلي الانسان يعيش زي الماضي لكنه انقاذه للانسان وخلاصه الانسان بينتج عنه حياه قداسه فربنا بيعطي الشرائع والنواميس علشان شعبه يبقى عايش حياة مختلفة عن بقية الشعوب وعشان كده حتى لما نيجي لسفر الرؤية سفر سوري سفر اللويين م. سفر اللويين يأتي مباشرة بعد سفر الخروج لأنه سفر الخروج هو سفر الفداء ربنا م. فداهم من أرض مصر من العبودية أما سفر اللويين فهو سفر القداسة إنه إنه إزاي بقى نعيش بحي... بقداسة إزاي نعيش للرب اللي فدانا وخرجنا من العبودية وحررنا وده نفس المفهوم في العهد الجديد أن الرب يسوع مات من أجلنا على عود الصليب حمل خطايانا وأعطانا حياة جديدة فإحنا لابد أن نعيش في جدة الحياة في هذه الحياة الجديدة لانه نظير الذي نظير القدوس الذي دعاكم كونوا, كونوا ايضا انتم قديسين فلما نيجي للوصايا العشر نحن نتحدث عن المبادئ الاخلاقيه والعلاقه مع الله اللي بينتج عنها علاقه سليمه مع مع الانسان اخوك الانسان فلو رحنا الى اصحاح 19 من سفر الخروج سفر الخروج بيكلمني في اصحاح 19 انه بعد ثلاث شهور بالضبط قعدوا ثلاث شهور ماشيين بعد لما خرجوا من ارض مصر فبيقول لي في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل في الشهر الثالث يعني غالباً إن احنا قلنا إن هم خرجوا في يوم 14 أبيب أو 14 نيسان أو بيعتبر في نص إبريل يبقى إحنا في الشهر الثالث يعني إحنا دخلنا على نص شهر 7 جولاي ففي الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سينا وارتحلوا من رافديم وجاءوا لبرية سيناء فنزلوا في البرية هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل وهنا الجبل دون هو نفس المكان جبل الله اللي هو جبل حريب نفس المكان اللي التقى فيه الرب في أصحاح ثلاثة مع موسى م. لما دعاه أنه ينزل ويكلم فرعون لكي ما يخرج شعبه من أرض مصر ورب قال له علامة يا موسى انه كلامي هيتم انك هتاتي بالشعب وتعبدوني في نفس هذا المكان. المكان. ففعلا ده تحقيق لكلام الرب م. اللي قالوا انهم وصلوا الى هذا المكان وهنا يعني الوقت اللي فات كله كان هم يعني بيشوفوا بي... بيروا معجزات الله الضربات العشر الشق البحر الخروج العظيم اللي تم من ارض مصر رعاية الله ليهم في البرية اللي بدأت من خلال حربهم مع مليك ونصرة الله ليهم واهتمامه بيهم وبمسيرتهم وعمود السحاب اللي كان بيمشي معاهم في النهار وعمود النار اللي كان بيمشي معاهم في الليل اللي هو بيعلن عن حضور الله وسطيهم وصلوا الآن إلى مكان الجبل دون وفي بقى هنا هتبدأ الله يعني يقطع كل ما هو قديم لكي ما يبدا هذا الشعب بفكر جديد وبمبادئ جديده وبشرائع جديده تتناسب مع الاله القدوس الذي اخرجه من ارض مصر. طب يعني حابب قبل ما حضرتك تكمل بس نقف عند النقطه دي، هل الشعب في خلال المسيره من بعد الخروج لحد اللحظه دي، هل الشعب قد ادرك بعد تذمره كذا مره قدام الرب ومره بسبب المية ومره بسبب الطعام والرب يسد الاحتياج ويوجد المن والسلوى وشفنا ده كله المرات اللي فاتت هل هو في في اللحظه دي الشعب ادرك انه الهه اله وإله عظيم فعلا يعني هو ما ادركش بالمعجزه الكبرى في الخروج لكن واتذمر بعد كده هل في اللحظه دي كان وصل لإيه. تغير الشعب هل اتشكل الشعب اكتر ولا هو, هو هو نفس العقليه هو ونفس الانسان هو الانسان أه. وحتى الشعب هو انا وانت. م. يعني يعني ما اقدرش اقول بس انه بني اسرائيل بيعملوا كده، احنا كمان بنعمل كده. يعني الرب اول لما خرجهم من ارض مصر وشق البحر قدامهم وعبروا ورأوا انه كل جيوش فرعون وجنود فرعون بيغرقوا وانه الرب انقذهم فسبحوا للرب. م. مريم وموسى وهارون آآ في آآ يعني اصحاح 15 من سيف الخروج قدموا تسبيحة جميلة يعني للرب وأعلنوا فيها إنه الله إله عظيم يعني م. يعني يعني لو رجعنا للنص دون الكلام اللي قالوه عن عن شخص الرب آه كلام يدل على الإدراك والوعي لما فعل الرب معهم فبيقول أرنم للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه ترحما في البحر الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي هذا الهي فأمجده مم. اله ابي فأرفعه الرب رجل الحرب الرب اسمه مركبات فرعون الى اخره تمام الجزء ده سوري فهم طيب. يعني حتى في عدد سته يمينك يا رب معتزه بالقدره يمينك يا رب تحطم العدو الى اخر الاجزاء الجميله م. اللي موجوده في نفس الترنيمه م. فالترنيمه بتعلن عايز تعرف الترنيمه دي آآ آآ ترنيمه يعني آآ صح ولا لا شوف اللاهوت اللي فيها م. شوف الفكر اللاهوتي اللي فيها م. فالفكر اللاهوتي هنا جميل أكيد. يعني يعني آه عارف مين هو الله عارف عمل ايه عارف ايه ما ايه إحساناته ايه قدرته لكن مع اول طبعا آه وراء الترنيم على طول مع اول تجربة اه يعني أوقات كثيرة احنا بنعمل نفس الحكاية وحتى الاخوة المشاهدين يشاركونا بنفس الفكر يعني انه ربنا بيبقى عامل معانا حاجه كويسه قوي يعني مثلا يعدينا يعني. من مرض يعدينا من تجربه آه. قاسيه ونرنم ونشهد ونرنم ونشهد لرب آه. بعدها بشهرين ثلاثه مثلا اقل آه مشكله ندخل في مشكله آه. هو فينا يا رب؟ آه. انت ليه ناسيني؟ آه. انت ليه مش مهتم؟ وبنسى ال... عشان كده داوود لما لما قال لنا في مزمور 103 كانه بيخاطب نفسه لانه النفس دايما بتنسى آه. باركي يا نفس الرب ولا تنسي آه. كل حسناتي آه. لانه احنا نفس إلى نسيان إحسانات الله ونميل إلى تذكر حتى مع البشر إحنا دايما ننسى إحسانات البشر معنا ونتذكر بس مساوئهم مع الله ان ما الله ملوش مساوئ بالظبط يعني الله ما عندوش <applause> مساوئ لكن ادراكي انه مثلا ايه اتاخر شويه اتاخر شويه أو. آه. في فتره ضيق بمر عايز يعلمني الانتظار في وقت ما بالظبط فعلى طول انا بسرع بالتذمر طب بعد كذا كذا تذمر بكذا مشهد هل اللحظه اللي قبل الوصايا دي اتشكل الشعب شويه؟ هو هو وهو ماشي كان بيتشكل لأنه تعلم حتى حاجة. شوف حتى اللي بيمر في طبعا اتعلم حاجه دي اتمنى ان احنا نكون بنتعلم من اخطائنا يعني <applause> 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 يعني الانسان دايما ما بيتعلمش عشان يعني كده التاريخ بيعيد نفسه ليه التاريخ بيعيد نفسه لانه مش بيتعلم من اخطائنا يعني ادم اخطا طب ما نتعلم من ادم لا احنا برضو نخطئ يعني م. فاهم هل ده بسبب ضعف البشريه الساقطه الفاسده ولا ده ميل باختياري انا عايز اروح لده انا عندي القوه او عندي انا يوسف ممكن ابقى يوسف وممكن ارفض وعندي الـ الـ يعني ربنا خلق لي ده جوايا ولا انا ساقط ساقط لا هو هو الناس دي مفديه مفروض الناس آه. دي مخلصه من العبوديه كويس انما هي نقطه الايمان آه لان اوقات كتيرة احنا بنربط ايماننا بالعيان ومدام ما فيش في العيان شيء ملموس بشك ف يعني يعني ربنا بيقول لي وعد بس لان انا مش شايف الوعد ده ازاي يتحقق ومش عارف ازاي يتحقق فانا بشك. ربنا قال لي هتروح ارض كنعان، قال لهم هم كده. بس اول ما بيشوفوا الاعداء يقول لك ازاي هنروح ارض كنعان؟ ده دول ناس جبابره واقوياء واحنا و و ما نقدرش عليهم. فبينسوا وعد الله وبيضعف ايمانهم وهم ماشيين عشان كده الايمان هو نقطة التحول انه مم. بالايمان نرى ما لا يرى وبالايمان قهروا ممالك وبالايمان آه يعني آه عاشوا مع الله كل ايام حياتهم آه فالايمان هي النقطة المهمة في حياة الانسان عشان كده اتنين من شعب ربنا آه كالب ويشوع و آه اعلنوا ايمانهم فدخلوا ارض كنعان اما الباقي فاعلن تذمره وعدم ايمانه فهلك في البرية الايمان الايمان حضرتك بتشاور على الايمان بالظبط، الإيمان مهم جدًا، الإيمان اللي هو معناه إنه عينك تبقى على شخص الرب و... وعارف إنه موجود بالرغم إنه ما فيش دليل مادي. ها؟ أه؟ أه؟ يعني ودي نقطة أيوب. أيوب أيوب كان عنده كل سبب إنه ممكن يترك الرب. بس أيوب تمسك بالرب بإيمان بالرغم إنه ما عندوش إجابات على أسئلته. يعني يعني ولم يترك الرب ولم يتنازل عن علاقته مع الله بالرغم ان هو كان بيمر بظروف صعبه. لذلك بولس يقول انا عالم بمن امنت وموقن بالظبط حتى لو كانت بيمر بمراحل فيها اضطهاد وفيها بالزبط. الام في كراسته بس كان عارف هو ماشي مع لانه المان. لانه لو تكلمنا عن الايمان شويه كل ايمان لابد الايمان الحقيقي لابد ان يمتحن م. يعني ايه؟ انت لو اخذت رجال الله او او نساء الكتاب المقدس القديسات كل ايمان في حياتهم كان لابد ان يمتحن لابد انه يدخل فتره امتحان يعني انا انا النهارده بقول ان انا ذاكرت ومثلا هاخد شهاده هاخد التويفل مثلا إزبتلي. فانا ذاكرت وذاكرت انجليزي وقعدت اذاكر واذاكر واذاكر وايام وليالي كويس ايه اللي يخليني ابقى اقول ان انا اخدت الشهاده لما امتحن طبعا فكل ايمان لابد ان يمتحن إيه ابراهيم امتحن على فكره كمان ادم امتحن لما الرب قال له من جميع شجر الجنه تاكل واما شجره معرفه الخير فلا تاكل منها الايمان الحقيقي يمتحن أعتقد كل الرب يسوع نفسه جرب الرب يسوع نفسه جرب م. كل ايمان لابد ان يدخل في مرحله اسمها مرحلة الامتحان للتزكية للتزكية لأنه دي اللي بتنقلني من مرحلة لمرحلة. إلى مرحلة أفضل أمين فهنا وصلوا إلى إلى جبل الله, الله حريب في حريب ونقرا بقى الجزء اللي بعد كده كلام الرب للشعب، الرب أه. قال ايه للشعب؟ مم. واما موسى فصعد الى الله. موسى عارف سكته، مم. ربنا قال له تعالى اللي على فكره يروح الجبل دون يعرف انه مسافه كبيره يعني مم. يعني غالبا ارتفاعه حوالي 4000 وشويه أدم ولما تطلعوا انت بتبقى خلاص انهكت يعني 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 ما تقدرش تطلعوا مرتين في وقت قليل. إنما موسى كان طالع نازل يعني كان عنده 80 سنة فيعني أه وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من جميع من بين جميع الشعوب فان لي كل الارض وانتم تكونون لي مملكه كهنه وامه مقدسه وهذه الكلمات التي تكلم بها تكلم بها بني اسرائيل، فالرب قال له موسى تعالى انا عايز هدي لك بقى اعمل معاكم عهد بقى وايه وهجعلكم امه خاصه وكهنوت ملوكي وتكون وبركه لجميع الشعوب اللي حواليكم. ده العهد. ده العهد، فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصى بها الرب فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعا يعني الرب لسه ما تكلمش لسه اديهم وصايا وشرائع يعني 300 و 613 شريعة في الناموس المساوي فرد موسى كلام الشعب إلى الرب فقال الرب لموسى ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معه فيؤمنوا بك ايضا الى الابد واخبر موسى الرب بكلام الشعب. ده كله كان فتره الاعداد بقى انه انه الرب هياتي وطبعا الرب ليس يعني ليس ماده يعني الرب ليس جسد ودم زينا ولا ولا اله هو الله روح لكنه لما نيجي للنار والزلزله دي اعلانات حضوره دي, دي مش هي الرب دي اعلانات حضوره الارض قدامه والجبال تدوب كالشمع قدام الرب فلما بتحصل الاشياء دي هي بتعلن حضور الله في المكان لكن الله ليس يعني له السماوات وله الارض ولا يوجد مكان معين يحد حضور يعني يعني ما تقدرش تقول ربنا موجود في المكان ده مش موجود في مكان تاني كويس فدي نقطة مهمة قوي احنا بنفهم في بنتكلم عن طبيعة الله بهذا الشكل. طبعا موسى قال للشعب استعدوا لأن بكرة بعد يومين الرب هي... هيأتي فاذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا ليغسلوا ثيابهم ويكونون مستعدين لليوم الثالث. معلش حابب أقف قدام كلمة قول مهمة جدا يعني وقدسهم. امم القداسة. اه. هل القداسة هنا هي البوابة اللي بيها بدخل الى محضر الله وبدونها لن يرى احد زي ما قلنا زي ما العهد الجديد قال لنا واخبرنا لن يرى احد الرب كويس كان هو ده الشرط آه، طبعا القداسه مهمه جدا لانه الله قدوس م. وبيطلب مني اني انا اتقدس لانه الله ليس فيه عيب ولا يعني عيناه اطهر من ان ينظران الشر كويس لكن في سؤال مهم قوي. أه هل لانه انا مش عايز الناس مثلا تاخد انطباع في واحد تقول له ايه؟ تعالى الكنيسه. يقول لك لا اصل انا وحش قوي. طب تعالى ربنا. يقول لك لما ابقى كويس اروح لربنا. مش بتسمع الكلام ده؟ اه طبعا. وكانه هو عايز عايز يبقى كويس علشان يروح لربنا. لا انت روح لربنا عشان هو يجعلك كويس. يعني هي دي النقطة. يعني يعني تعالوا الي جميع المتعبين, المتعبين. وثقلي الاحمال ورب يسوع قال انا لم اتي لادعو ابرار بل خطاة تمام. ولا يحتاج الاصحاء الى, إلى طبيب, طبيب بل مرضى بل المرضى. فانا لما بروح للرب بروح للرب كما انا بكل عيوبي بكل ضعفاتي بس انا اتجاه قلبي رايح وبقول له انا مريض او انا خاطي محتاج انك تطهرني وتقدسني كويس لكن كمان في علاقتي مع الرب علشان اتمتع بحضور الله والمس وجود الله في حياتي واستخدام الله انا محتاج ان انا اتطهر محتاج ان انا اتقدس محتاج ان انا ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع للرب محتاج ان اختبر نفسي باستمرار اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا انا محتاج كده لكن انا لو انا لو انا خاطي ولو انا عندي صراع مع الخطيه ومش ممكن احرر نفسي لان مش هعرف احرر نفسي ولا اخلص نفسي انا محتاج اروح للطبيب يعني ما يجيش واحد عنده مثلا مرض ويقول انا هروح للدكتور لما ابقى كويس يبقى الدكتور ملوش لازمه م. يعني لكن انا بروح للدكتور وانا وحش م. علشان ابقى كويس ولما ببقى كويس اقدر اعيش معاه مع الرب واقدر اخدمه واقدر ارضيه واقدر ان انا اسر قلبه واقدر تكون حياتي بتعكس محبته ورحمته وعمله العجيب م. هنا تقدسوا بمعنى انه اه انتوا افتديتم من ارض مصر م. كويس لكن علشان تستمتعوا بحضور الله اه وتروا مجد الله لابد ان انتوا ايه تتخصصوا. تتقدسوا عشان كده الرب يسوع قال ايه توبة لانقياء القلب لان دي النوعيه دي اللي هم يعملوا ايه لترى لترى طوبى القلب لانهم يرون يعين. يعينون, يعينون الله. الله يعني في نوع اصله من الناس يقول مثلا انا ما فيش بركه في حياتي انا حاسس بانه في لعنه على حياتي في نوع من الناس كده ويكون بيوضح اكتر واكتر ويقول وعارف ليه السبب طب ليه السبب يقول لك اصل انا مش بالكامل لربنا أوي انا عارف كده فلذلك انا ما فيش بركه في حياتي او انا يعني مش هشوف البركه دي الا لما اكون بالكامل مخصص ومكرس ومقدس للرب هي كلمه مقدس معناها ان انت تبقى مختلف مميز مخصص للرب هل هذا النوع من الناس هو امين مع نفسه آه, وعنده آه, امانه في تح... تشخيص مرضه وعارف كويس مش بيداري ما بيقولش انا كويس وبس هو مش عارف ده ده س... ده السؤال اللي عنده اعمل ايه علشان اكون مقدس انا ما اعملش حاجه هو اللي هيعمل انا عايز انه انه كتاب قال لنا ان اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل حتى يغفر لكم كل خطاياكم ويطهركم من كل اثم فانا انا عارف وأن دم يسوع المسيح ابن يطهرنا من كل خطيه م. فهناك هناك هناك علاج ولا توجد خطيه اكبر من غفران الله م. يعني كل خطيه آه الله عنده دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه م. من كل خطيه اه من كل خطيه م. ما عندناش كبائر وما عندناش صغائر م. كويس الخطيه هي خاطئه جدا ف... فانا باجي بضعفي قدام الرب زي ما أتى العشار قدام الله في الهيكل ولم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على قلبه وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ م. هو ده ده القلب اللي عايزه الرب بتوبة حقيقية بتوبة حقيقية أمين م. أمين فهنا طبعا الشعب الرب قال له تقدس بمعنى ان انت لا تقرب مي الى ميت ولا تنجس ثيابك ولا م. تنجس جسدك لانه في اليوم الثالث اليوم الثالث بقى هنا اللي هو اللي هياتي فيه الرب لانه في اليوم الثالث ينزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه وحدث في اليوم الثالث لما كان صباح أنه صارت رعود وبروك وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوك شديد جدا فارتعد كل الشعب الذي في المحلة واخرج موسى الشعب من المحله لملاقاه الله فوقفوا في اسفل الجبل وكان جبل سينا كله يدخن من اجل ان الرب نزل عليه بنار وصعد دخانه كدخان الاتون وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. منظر مرعب. منظر مرعب. لانه ما فيش حد يقدر يرى الله ويعيش. ده هنا بس رأوا إيه؟ رأوا إعلان حضوره ده حاجة يعني إعلان لمحة. حضوره لمحة بسيطة لمحة كويس؟ آه فالشعب خاف وارتعب آه أما بقى الله في العهد الجديد فأتى إلينا في المسيح يسوع يعني, آه علش يعني الكلمة إيه؟ صار جسدا وحل بيننا م. ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمه وحقا الابن الوحيد م. الذي هو في حضن الاب اتى بقى الينا خبرنا يعني هقف عند سؤال معلش يعني فرض نفسه في الكلام م. يعني هل في العهد الجديد اللي احنا بنعيش فيه وسهوله ان احنا ندخل الكنيسه او ندخل مخدعنا نصلي في, في الروح القدس اوام على طول بي بيستجيب وبيحضر و وساكن فينا وبيعزينا وربنا جوانا وبالمجرد ما ندخل أي محضر في اي مكان في اثنين او ثلاثه بيصلوا بيرنموا حضور الله ما للمكان هل سهوله حضور الله اللي بنعيشها نحن اولاد العهد الجديد خلقت نوع من عدم المخافه اللي شفناها في العهد القديم وخلقت نوع من ال... يعني ما هن... ندخل ممكن قاعدين بالموبايلات م. ندخل ممكن قاعدين في محضر الله اللي الناس شافت يعني في العهد القديم لمحه منه ارتعبوا ازاي والمخافه اللي ولا احد يراني وحاجه بسيطه عملت مخافه ازاي هل ده صنع في ايامنا دي يعني مش حاسين بده عشان ما شفناهوش انت بتحط ايدك على زرار هو فرض آه نفسه كده <applause> آم، للاسف الشديد للاسف الشديد لانه تركيزنا اصبح حتى في الوعظ والتعليم في الكنائس آه، الله بيحبك الله آه، يعني مش هعيش من غيرك يعني آه، و... الله آه، رحيم ورؤوف الله يقبلك والله آه، طويل الروح وكثير الرحمه وحتى ما بقناش نتكلم عن الدينونه يعني يعني نادرا لما تتكلم مثلا عن الدينونه او تسمع وعظ عن الدينونه وكانه وكاننا احنا فصلنا صفات الله عن بعض فاحنا بنعمل ايه؟ بناخد الصفات اللي تعجبنا اللي تريحنا اللي هي صفات الصلاح اللي فيه المحبه والرحمه والخير وال اما صفات الجلال بقى والعظمه انه ان الله مهوب آه ان الله قدوس ان الله طاهر ان الله عيناه اطهر من ان تنظر الشر آه انه الله يعني رهيب ومرهب ويعني يعني و وجلاله ومجده وقداسته احنا ما بنتكلمش عن المواضيع دي فاصبح حتى حتى يعني للاسف خلينا اقول العباره دي احنا اوقات كتيرة حتى لما نتكلم عن الرب يسوع ما نذكرش كلمه الرب يسوع يسوع وكان يسوع مثلا ده الصاحب اللي كان بيلعب معايا كرة في الشارع فانا يعني ايه احنا مش واعيين ان احنا بنتكلم على الله بالضبط يعني يعني حتى ان احنا بدأنا نسحب منه ما يليق به يعني بدأنا نسلبه يعني ربي قال ان كنت انا أبا فأين مهابتي يعني 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 المهابه بتاعت ربنا سلبناها ندخل الكنيسه او او محضر الرب وريفر محضر الرب فين موبايلاتنا الفيسبوك بالمص مثلا رجلي على رجلي اه يعني وحط الموبايل يعني مثلا جنبي والمج النسكافيه وقاعد آه باخد خلوتي و... وبرنم مش ترانيم يعني. انا مش بعنيها يعني ممكن ارنم ترانيم عشان عجباني لكن انا لعني الكلمات كلمات, كلمات بتفرش معايا حتى مش بطلبها لو انا مش عايشها آه مثلا اه يعني فبدانا فبدأ نعيش حياه غير الحياه اللي مش مغيره يعني عايزين نحط ايدينا على السر اللي اللي خلى الموضوع مش عارف اقول اللفظ بس يعني يعني بالتفاهه دي أنت مش تتقي تعبير غير ده يعني ان تتقي الرب وتخافه دي نقطه مهمه جدا تقوى والمخافه في في حاجتين في الله او في علم اللاهوت بنسميهم ال eminent اند ترانسندنت بمعنى ايه ان الله قريب جدا هو فعلا قريب محب ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمه آه يعني ويشتاق إلى, الى التعامل معنا ويشتاق الى توبتنا ورجوعنا وشفائنا وخلصنا وانقاذنا وتسديد احتياجاتنا هو 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 قريب هو عمانوئيل الله معنا لكن في كمان ترانسندنت بمعنى ايه؟ الجلال العظمه الاله اللي الاله القدوس الذي ليس له مثيل ولا يوجد مثله م. الاله الطاهر النقي الاله الذي لا يتهاون مع الخطيه مهما كانت م. كويس مع انه يحب الخاطئ الاله الذي يفحص القلوب والكلى الاله القدوس البار يعني الحاجات دي كلها اصبحنا ما نهتمش بيها يعني يعني حتى النهارده لما تيجي تتكلم عن الله الديان يقول لك يا اخي قدم عايزة بقى تعزينا وكانه يعني خوفناش ما تخوفناش ترعبونا ليه؟ اه, آه. وكانه مثلا لما تتكلم عن, عن عن الله بهذا الشكل آه يعني آه انت بتقدم صوره مسيئه ليه؟ مسيئه لله لان ده وجه يعني هنقل حضرتك لسان حال الكثيرين من الشباب بالتحديد يقولك يا جماعه ما تعقدوش صوره ربنا مع الناس علشان ربنا ابسط بكتير من اللي انتم بتتكلموا عنه ده انت ربنا مش مستني منك قاعده معينه او او وضع معين وانت بتصلي ربنا يسمعك باي طريقه باي شكل في اي مكان باي وضع وانت نايم وانت واقف وانت تاني ركبتك وانت انت حاني وانت ماسك الشاي وانت بتفطر طبعا اكيد ربنا بيسمع واتجاه القلب هو الاهم وكل حاجه بس هل بالمنظر الغير لائق، يعني أنا بشوف في أديان تانية الحقيقة بصراحة ال ال الوقفة والاحترام والتعظيم والخشوع والمهابة وبشوف في, في طوائف كثيرة مسيحية كذلك، لكن هل ده صحيح إنه ربنا مش معقد فأنا بعقد ليه الدنيا معاه وربنا مثلا يقولك لك يعني أنت باباك في البيت ممكن تهزر معاه وممكن تلعب معاه وممكن تضحك معاه وتتنطط معاه ويتنطط معاك بس هو في نفس الوقت بابا اللي ليه احترامه برضه وتقديره في البيت صح بس مش معنى ذلك ان انا اقعد قدامه حاطط رجل على رجل او اقعد استهين بيه يعني راي حضرتك ايه آه في الكلام ده واحده من 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 مقاسي الكنيسه الحاليه هي عدم ادراكها لصرامه الله يعني آه يعني في في حاجتين مهمين جدا اللطف والصرامه. يعني الكتاب قال عنهم انه تستهين بلطف الله والصرامه الله الله جاد مش بيلعب الله فعلا جاد فاصبحنا نستهين بهذه الامور اصبحنا واصبحنا حتى عشان كده ما فيش تغيير عشان كده التغيير في حياتنا مش ملحوظ لانه إحنا مش بناخد المواضيع بجد إحنا إحنا بنضحك على الله إحنا ممكن نلعب كنيسة يعني في النهاردة ناس كتيرة بتروح الكنيسة تلعب كنيسة حتى حتى بيستبيح نعمة الله بيروح كنيسة مش عشان يعبد كما لقوم عادي، هو كمان بيروح الكنيسة مش عشان يعبد في ناس كتيرة بتروح الكنيسة النهاردة عشان بس سوشيال مم. يعني انا رايح النهارده الكنيسه الاسلوب الي اسبوع بصراحه ما شفتش اصحابي مم. كويس مم. فانا رايح الكنيسه النهارده علشان اشوف فلان وفلان وفلان وبعد الكنيسه نخرج بقى وناكل ونقضي مم. وقت يعني ده مش غلط طيب. مش ما مش قلتش انه غلط بس آه. مش الهدف مش, مش هدف آه. كويس مم. انا ممكن اقابله واشوف في وقت تاني صح. الهدف الاساسي ان انا رايح اعبد والعباده اللي هي العباده الجماعيه ننسكب كلنا معا بنفس واحده وتعلم. امام الرب ونتعلم مم. كانوا يظبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات فالجزء ده اصبح مفتقدينه يعني انا عايز اقول لاي اخ او اي اخت لو انت مش رايح الكنيسه عشان تعبد من فضلك ما تروحش ما تروحش لانه الهدف ان العباده الهدف العباده حتى الرب يسوع لما لما لا يعني علمنا علمنا كده انه حتى لما كان بيروح الهيكل كان بيروح الهيكل مش عشان مجرد انه واحد رايح الهيكل لما بيدخل المجمع المجمع اليهودي ما كانش بيدخل علشان بس يبقى ايه مجرد فرد عليه يوم السبت ها اه؟ لكنه حتى تلاميذ الرب يسوع كانوا واخدين الحياه بجد وبجديه غير مستهينين العباده مهمه جدا ما هتقول لي اي سبب ممكن تقولي اسباب كتير تقول لي انا مش بفهم الوعظ م. تقول لي انا عندي مش خلافات مع الناس في الكنيسه انا مش عارف اقول لك ما ينفعش لو مش هتروح الكنيسه علشان تعبد بكل قلبك بكل قلبك م. من فضلك ما تروحش هتقول لي انت بتشجع الناس أن تقعد في البيوت لا مش بشجع الناس تقعد في البيوت انا بشجع الناس أن تروح الكنيسه صح بس ما توهمش نفسها بالظبط ما توهمش نفسك ان انت رحت الكنيسه واديت واجب اهو ما وريت وشك للقسيس ما اوقات كتير بنروح الكنيسه عشان بس القسيس ما يسالش عليا أو اوري له وشي واروح الكنيسه وخلاص اه يعني بدل ما يقول لي انت كنت فين وغايب ومش او مسؤول غايب. عن خدمه أو في الكنيسه عن خدمة فلازم اروح آه. طب يعني حابب اخد حضرتك معلش النقطه مستوقفاني اخرى يعني هل ده راجع لسبب ان احنا شفنا الله في صوره المسيح اللي بيحب الناس وبينزل لحد عندهم بكل وقدم المحبه في عهد الجديد الحب وعهد الحب وعهد المحبه و... والر... والمسيح الشخص الرقيق اللي بيحب الناس وراح للزواني وراح لل ايه ده اه هو ده ربنا. انه انه ملك يتنازل ويدخل بيتي انا الانسان الفقير كويس فده عمل عظيم جدا يستحق عليه الشكر والتسبيح والحمد كويس لكن لا يستحق هذا الملك انه انزعه مجده مش عشان جالي. أنه بقى خلاص بما آه. انه جالي آه. فهو بقى واحد بقى زيي آه. اه يعني لا مازال ملك مازال الرب يسوع ملك مازال مهوب مازال مهوب مازال السماء والارض قدامه مم. يعني كلا شيء ما زالت الملائكة تسبحه قدوس 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 مش كدوس, معنى انه تنازل البلود. لحد عندي وجالي لا ده يبقى معناه انه ده يعني خلاص بقى اتعامل معاك ب... عشان كده عشان كده احنا احنا فقدنا مم. فقدنا رؤية الله في جلاله مم. الرؤية اللي هي يعني اقرا جزء من فضل الرسول يوحنا لما شاف الرب يسوع وهو في جزيرة باتموس وكان من فيه وشاف هذه الرؤية الجميلة لهذا الشخص المتسربل اللي شافه يقول ايه؟ يقول يقول فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي في عدد 12 من أصحاح واحد ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع مناير شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى رجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب واما راسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض، طبعا كل دي رموز جميله الواحد يقعد وقت طويل يتكلم عنها لكن وعيناه كلهيب نار، احنا مش بنرى النهارده الرب يسوع بعيناه لهيب النار اللي بتخترق وتفحص القلوب والكلى وتعرف ما في داخل الانسان، ورجلاه شبه النحاس النقي اللي بيسحق ويدوس و و و و و و و و وقوي كانهما محميتان في اتون، وصوته صوت كصوت مياه كثيره صوت يعني شوف لما يكون في شلال مياه بيبقى صوت المياه شكل ومعه في يده اليمنى سبع كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيء احنا ما احنا احنا ما فقدنا الرؤيه دي ما نشوف الله كده نشوف الله كانه قاعد جنبي آه سوري يعني آه اللي كان بيلعب معايا وجاي جاي يقعد معايا ال ال الشخص اللي, اللي فقد مهابته في نظري ومجرد بس صديق وحبيب يقول هنا بقى الكتاب وده اللي بيفرق ده اللي بيخلي انسان يعبد صح ويخلي انسان ما يعبدش صح ده صح؟ اللي بيخلي انسان يقف قدام ربنا صح بالظبط وانسان يقف قدامه باستهانه شوف يوحنا قال ايه فلما رايته لما رايته عملت ايه يوحنا سقطت عند رجليه كميت اه هي ده يعني الرؤيه دي جعلت يوحنا yeah. يسجد عند قدميه كميت اشعياء يقول كده في اصحاح ستة انه لما راى هذا وسمع هذا فقلت ويحى انا الانسان نجس الشفتين لاني ساكن بين شعب نجس الشفتين انه صرخ ويحي انا الانسان النجس عارف حقيقته عارف حقيقته م. فاحنا النهارده اصبحت في كنايسنا تروح اوقات كتيره نفس الوعظه بتتكرر كل اسبوع الله بيحبك الله عايزك الله ما... وده كله جميل انا مش بقول انه ده يعني آه لا ده هو ده لب رساله الانجيل ان المسيح مات من اجلنا وقام من اجل تبريرنا ده 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 رساله الانجيل لكن للاسف احنا فقدنا وسلبنا المسيح مجده، ما نقدرش النهارده نقف ونقول زي ما قال بولس الرسول عن الرب يسوع انه تكسو باسم يسوع م. كل ركبه، هو مدرك مين هو يسوع. م. مدرك مين هو يسوع، ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب المجد لله اصبح بس كل الوعظه الوعظه والعباده انت دخلتني في موضوع معلش يا ابونا يعني, يعني ربنا اللي بيودينا <applause> ربنا اللي بيقودنا لده يعني اصبحت الوعظه والعباده هدفها الانسان مش المسيح. يعني يعني كل الوعظه وكل فتره العباده كيف ارضي اللي حاضر ده؟ مم. انا عايز ابسطه عشان ما يجيني ما يروحش في آه حته ثانيه عايز عايزه المكان ده بقى مبسوط كويس؟ ما اصبحتش العباده هدفها شخص المسيح اللي موجود في الوسط. امين. وده دي النقطه. امين. وعشان كده عبادتنا للرب فقدت قيمتها وفقدت معناها م. وفقدت قوتها المغيره م. في حياتنا كمؤمنين. يعني انا حابب يعني اضيف بس نقطه بسيطه قبل ما نخش في في موضوعنا نرجع لموضوعنا تاني عشان انا عارف ان احنا <applause> تفرعنا بره الموضوع بس اكيد الرب بيقصد من خلال كل كلمه يعني انه يحقق قصد معين. مين المسؤول في النهاية هل أنا ضحية ضحية من يعلمني ضحية من يكلمني ضحية من يتلمزني ضحية كنيسة بقادة هل أنا علي مسؤولية عشان أنهي النقطة دي آه، خلينا أقول إن المسؤولية آه متدرجه انا انا اسف ليه ليه بقول عشان ما اعفيش نفسي منها كويس. واقول لا ما انا ما حدش آه. علمني ده. لا لا. آه. المسؤوليه هقول مسؤوليه متدرجه م. تبدا منين؟ هلك شعبي لعدم المعرفه. ففي عدم معرفه. آه. قله التعليم. قله التعليم يعني 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 احنا ما بقيناش ناخد في كنايسنا مشوره الله الكامله. يعني ايه مشوره الله الكامله؟ بيوعظنا من ايات احنا بنحبها. يعني يعني الوعظه هي ايه مثلا حبيبها فاوعظ عنها الاسبوع الجاي آية اللي بايه اللي بعديه اوعظ عنها الاسبوع اللي بعده حبيبها كواعظ ولا محبوبه والاثنين الاثنين الاثنين اه لكنه مثلا انه اخد يعني انا انا مثلا بحب كنايس بتعمل ايه كل اسبوع بتوعظ اصحاح بالتدرج بالترتيب بالترتيب حتى لو اصحاح فيه اسامي حتى لو اصحاح فيه اسامي وفي دينونه وفي هلاك وفي خراب وفي يعني فلما ف ف ف بيجي عند مثلا ياخد سفر التكوين فهو بياخد سفر التكوين اصحاح اصحاح كويس طول السنه و... اه يتكلم عن الخلق يتكلم عن اهميه الانسان يتكلم عن سقوط الانسان يتكلم عن الطوفان يتكلم عن دعوه الله لابراهيم وايمان ابراهيم الحاجات المعزيه في حياه ابراهيم ويجي عند سادوم وعموره وخطيه الشواذ ويتكلم عنها ويتناولها فبتلاقي انت بعد فتره انت غطيت موضوعات انت عمرك كواعظ ما كنت هتيجي ناحيتها هتغطيها نحيتها. وتيجي ناحيتها صح كويس تمام وده ده ده, ده 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 مهم رائع جداً. حتى حتى اليهود زمان أيام وما زالوا لحد النهارده اليهود زمان أيام الرب يسوع كان قرايتهم من الكتاب قرايات مرتبة مرتبة م. فالرب يسوع لما دفع إليه سفر الأشعياء اللي ده اليوم, اليوم بتاع, بتاع السفر ده اليوم بتاع الأصحاح ده ياه yeah. ده اليوم السبت اللي قبليه كان الأصحاح اللي قبله فأنت بتاخد كل مشورة الله دي حاجة فقلة التعليم احنا أصبحنا يعني آه ما بنقدمش تعليم آه يعني لا بنتكلم عن صفات الله ولا بنتكلم عن آه آه موضوعات المهمه آه اللي ممكن نتكلم عنها اللي تكمل صوره الله محب الله. طبعا الله. وصديق وكل شيء زي ما حضرتك قدمت والصوره اللي شفناها هي صوره حقيقيه في العهد الجديد صوره الله البسيط اللي بي... كل بس في صوره ثانيه بالظبط حضرتك بتتكلم عنها والمسؤوليه الثانيه بقى بتقع عليا انا م. أنا كأنت بلا عذر بلا عذر أيها الإنسان، ما دام اختبرت يسوع المسيح وعرفت المسيح كويس أنت بلا عذر ليه؟ لأن عندك الكلمة المقدسة م. وأهل برية كانوا أشرف من الذين في تسالونيك، م. ليه؟ آه لأنهم كانوا اللي بي بيسمعوه من بولس الرسول بيروحوا للكتب المقدسة ويقارنوه ويشوفوا هل الكلام ده يتماشى مع ده ولا لأ؟ فأنا أنا النهارده يعني آه آه لو لو سألت مثلاً آه، ناس كتيرة، اوكي بتحضر الكنيسة بقالك كام سنة؟ يقول لك بقالي بحضر الكنيسة ست سبع سنين ثمان سنين، اوكي، أنت حاسس إن من ألف لبي ب؟ يعني أتنقلت في نقلة حصلت في حياتك، م. في نقلة روحية حصلت في حياتك. ده المفروض الواحد يعمل آه ستوب ويسأل نفسه. بالظبط، ولا أنت حاسس إنك راجع لورا، كويس؟ طب ليه راجع لورا؟ ليه راجع لورا؟ أه واعرف العطل منين بالزبط. عشان اقدر بالذات. اذكر من اين سقطت و ف... فانا لازم اقف وقفه سطحية مع نفسي امين يعني أشكرك لكن جداً التعليم على مهم جدا طبعا توضيح يعني نيجي بقى للعهد نرجع لنقطه مهمه كنا و... ودي فكره انا نفسي انه يعني ال... ال... الاخوه المشاهدين يدركوها معانا لانه فهمنا لمفهوم العهد في الكتاب المقدس بيساعدنا ان احنا نربط الكتاب المقدس مع بعضه م. يعني آه فلو روحنا إلى العهد الإبراهيمي وده نقطة الانطلاق. العهد الإبراهيمي اللي ذُكر في تكوين 12 وذُكر في تكوين 15 وتكوين 17 ده العهد الإبراهيمي. كويس؟ عهد الله مع إبراهيم. عهد الله مع إبراهيم شمل ثلاث أشياء مهمين جدًا. ثلاث عناصر أساسيين هما اللي ربطوا العهد القديم بالعهد الجديد كويس اول عنصر في عهد الله مع ابراهيم انه هيدي ابن نسميها النسل النسل كويس اسحاق وبالعبري بيسموها زرع بشر اللي هو زرع بشر آه. كلمه زرع معناها نسل مم. سيد اوكي okay. هيدي نسل ربنا هيدي نسل النسل ده مهم جدا لانه النسل ده مش بس اسحاق ده النسل ده اتكلم عنه بولس الرسول وقال انه لم يكن له انسال بل نسل بالمفرد فاشاره للمسيح كويس فهو العهد ده شمل النسل وشمل الارض ابراهيم هدي لك ارض كنعان صح ايوه هدي لك كل الارض اللي انت عليها دلوقتي م. والحاجه الثالثه ابراهيم انا كمان في بركه خاصه في حياتك انه انا هباركك فتكون بركه نسميهم النسل والارض والبركه يعني سيد لاند اند بليسنج كويس ده بالإنجليزي. بالانجليزي آه. آه. فلو جينا بقى في ثلاث عهود في العهد القديم ارتبطوا بالثلاث عناصر دول حققوهم عهد الله مع داود بنسميه العهد الداودي اللي مذكور في صمويل الثاني وأصحاح سبعة لما يقول الله لداود إنه ابنك هيجلس على كرسيك إلى الأبد هو 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 حد من أولاد داود جلس على كرسي داود إلى الأبد؟ لا سليمان جلس على كرسي داود إلى الأبد؟ لا. يبقى هو إشارة لمين؟ إشارة للمسيح ابن اللي هو بحسب الجسد ابن داود م. كويس؟ فهنا النسل اتحقق في مين في يسوع المسيح مم. العهد داود عشان كده المسيح لابد ان يكون ابن داود بحسب الجسد الجسد كويس وده اللي اثبته متى في مم. سلسله نسب الرب سلسل. يسوع الارض بقى انا هدي الارض في كمان عهد اخر اللي هو العهد المساوي المرتبط بالارض انا هدخلكم الارض كنعان الأرض دي بتاعتي أنا بس أنا هديها لكم. كويس؟ وعشان تعيش في الأرض دي وتتمتع بيها لازم تعيش بحسب المبادئ والوصايا اللي أنا هعلمها لك وليس بحسب الوصايا والمبادئ بتاعت العالم. م. فهنا جه العهد مين؟ عهد المساوي. كويس؟ وبعدين البركة البليسنج. في بقى بركة، إزاي بقى هتكون بركة لكل الارض في عهد اسمه عهد جديد ها انا ها ايام تاتي يقول الرب واقطع معكم عهدا جديدا ليس كالعهد القديم مم. اللي فيه اعطيتكم الشرائع على مكتوبه على حجاره لا مم. ده العهد الجديد ده انا هنقش نواميسي على قلوبكم وكلكم هتعرفوا الرب ويكلم الرب عن العهد الجديد اللي هو العهد دوّن اللي تم بدم يسوع المسيح العهد الجديد ها الرب يسوع اخذ الكاس وقال هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي عهد جديد فادراكنا للصوره دي انا اتمنى انه يعني تكون الصوره واضحه للمشاهدين ادراكنا للصوره دي انه العهد الابراهيمي مكون من ثلاث عناصر ثلاث عناصر دول تموا في ثلاث عهود مهمين جدا كويس لما نتكلم عن عهد الله مع, مع مع موسى وبالاخص الوصايا العشر والشرائع احنا بنتكلم على في النص أه. اه نتكلم على في النص يعني سؤال بمناسبه الثلاث عهود م. او بمناسبه العهد الابراهيمي ككل هل الله مازال على عهده اللي قطعه مع ابراهيم ده سؤال مهم جدا هتدخلنا <applause> فيه اجابه في في طبعا مدرستين اساسيتين بعد المدرستين انا عايز اعرف راي حضرتك برضو <applause> مش هتهرب مني يا دكتور <applause> في مدرستين اساسيتين المدرسه الاولى بنسميها مدرسه اللاهوت البديل بمعنى ايه بيسموها ريبليسمنت <applause> 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 ثيولوجي يعني اسرائيل فشلت وبالتالي العهد الله مع ابراهيم انتهى والكنيسه حلت مكان, مكان إسرائيل. مكان اسرائيل تمام. ده بيسموه ريبليسمنت ثيولوجي او خلينا اقول ريفورم ثيولوجي او فيدرال ثيولوجي الاسم زي ما يسمى اللي هو اللاهوت المصلح اللاهوت المصلح اللاهوت آه. آه... زي جون جون كالفن بالخاص كويس آه. فانه انه اسرائيل ما بقاش ليها مكان خلاص وبالاخص بعد ما رفض العهد اتنقل يعني الع انه حلت مكان حل مكان الكنيسه, حلت, حلت مكان, مكان. فكل البركات بتاعت ابراهيم للكنيسه كل البركات بتاعت ابراهيم الارضيه والزمنيه والروحيه وغيره اتحل خدتها الكنيسه و بتحققها الكنيسه لانه خاصته جاء وخاصته لم تقبله بالزبط. فبالتالي كمل اه تمام. دي دي المدرسه الاولى تمام كويس المدرسه الثانيه بتقول لا لا ما ينفعش ليه لانه هبات الله وعوده هي بلا ندامه الله ليس انسان ف... فيكذب او ابن انسان ف يعني يقول فلا يوفي فالله م. لما بيوعد هي وعوده بلا ندامه م. وهباته دايما بلا ندامه ودايما تحقيق العهد الله مش متوقف على الانسان لكن متوقف على امانه الله كويس وعشان كده الله لم ينتهي في معاملاته مع شعبه هو الكنيسة موجودة شعب خاص لكن هناك أيضاً معاملات لله وبالأخص في الضيقة العظيمة سبع سنين الضيقة العظيمة اللي ربنا فيها يجيب شعبه مرة تانية هل و... مازال شعبه هو شعبه؟ م... شعبه شعبه الجسدي شعب إسرائيل هل هو مازال حتى الآن شعبه؟ مازال إسرائيل موجود لكن هل آه. إسرائيل النهاردة ده هو نفسه إسرائيل الإيمان اللي بيتكلم عنه الكتاب؟ لا لسه لأنه ده لم يؤمن بالمسيح كويس لابد انه يؤمن بالمسيح يعني حضرتك تقول ف... ان المدرسه الثانيه دي بتقول لا انه ربنا ما غيرش وعده معاهم بالظبط وما على وعده معاهم حتى في وجود الكنيسه حتى في وجود الكنيسه انه انه الكنيسه ديفرنت ايدنتيتي او او كيان اخر غير اسرائيل كويس وعشان كده الكنيسه بدات يوم الخمسين 50 وهتنتهي بالاختطاف وبعد الاختطاف تبدا سبع سنين الضيقه العظيمه اللي فيها الرب هيتعامل مع شعبه لكي ما ياتي بشعبه من خلال الضيقه الى الايمان بيسوع المسيح طبعا في ديتيلز كتيره وتفاصيل طبعاً انا, عارف كتيرة أنا مش عايز ادخل أنا عارف فيها طبعاً لكن طبعاً هناك المدرستين يعني حبيت دول بس و و وعلى كيف فكره <applause> يعني المدرستين دول اقوياء جدا كل مدرسه ليها ليها ما يعددها <applause> وليها نقاط ضعفها مم. يعني ليها ما يعددها وليها نقط ضعفها و... مش كامله لأن هي محاوله بل... يعني لتفسير بل... يعني النص برتاح فين؟ مره ناخد ب... <تصفيق> <تصفيق> يعني مره نبقى ناخد ال... انا عارف عموما بس انا كنت <applause> وانا معاك على فكره لا انا 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 عندي <applause> مشكله في ال... في لاهوت البديل اه <applause> اه <applause> عندي مشكله كبيره جدا وبالاخص في روميا 9 و10 و11 آه... نصوص صعبه بتتكلم عن معاملات الله مع اسرائيل وانه آه لا يعني آه في 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 ممكن ما ينفعش وكمان الوعود في العهد القديم ما ينفعش تلبسها للكنيسه ما ينفعش ما تنفعش تلبس الكنيسه توعدنا في مره ناخد الموضوع مرة ده لوحده مره طبعا نتكلم يعني عن الموضوع ده لانه لانه فيها اسئله كثيره وفيها آه بتدور حوارات كتير ما بين الناس طبعا لا ده آه على بر... لا ده خلاص الموضوع اتنقل للكنيسه لا آه ربنا ما يرجعش في كلامه <applause> <applause> ما زالت الفريقين يعني بيتبرزوا آه آه. في مين يعني اللي آه ليه آه البركه ومين اللي ليه طبعا دول يعني حتى ممكن تلاقي في كنيسه واحده يعني أنا اذكر آه. آه مثلا الدكتور مفيد ابراهيم سعيد آه راجل تدبيري أيوه. آه يؤمن انه لا آه الكنيسه غير غير شعب اسرائيل ياه. وانه في اختطاف وفي ضيقه وفي كذا وكذا وكذا والاسيس مينيس نفس الحكايه العكس والاثنين مع بعض يعني ياه. يعني ف فدي يعني من بس من الحاجات اللي ممكن مره ناخدها بالتفصيل يا ريت آه انواع العهود آه انواع العهود في لما ندرس طبعا آه لما ندرس الثقافات وحضارات آه الشرق الادنى القديم وطبعا احنا عندنا اكتشافات اثريه كثيره وحفريات و ووثائق و و ومخطوطات و نقدر نعرف منها على فكره كل ما يكتشف بيحتفظ يعني اي حاجه بيكتشفها علم الاثار بيحفظها حتى لو ما علاقه بالكتاب بيحفظها ليه لانها بتديني فكره عن الثقافه والحضاره اللي كانت موجوده في ذلك المحيطه في ذلك, ذلك الوقت فاحنا بنعرف انه في الثقافات القديمه كانت العهود ثلاث انواع من العهود الاساسيين في ذلك الزمان في ذلك الزمان آه. كويس وده يساعدنا نفهم العهد المساوي وكتابته وازاي حتى اتكتب أيوه. بالطريقه دي كويس فعندنا الثلاث عهود دول او الثلاث انواع من العهود عندنا العهود اللي هي بتقطع ما بين دولتان متساويتان في القوه ولا القوه العسكريه بعد حروب مثلا او كده؟ ممكن بعد حروب ممكن من غير حروب يعني م. يعني مثلا زي مثلا كان في معاهده سنه 1280 م. قبل الميلاد ما بين ما بين مملكه مصر بقياده رمسيس الثاني كويس وما بين مملكه الحثيين اللي هي تركيا آه. حاليا مملكه الحثيين كانت مملكه كبيره قوي ودخلوا في حروب كتيرة بين مصر وبين الحثيين فوصلوا في الاخر بص احنا قوتين متساويتين تعال نعمل معاهده لا انت تحاربني ولا انا حربك ونحب بعض و... و... ونعيش في سلام قوتين. بين قوتين متساويتين تمام. يعني زي النهارده لو عملت مثلا معاهده ما بين امريكا وروسيا م. هتعمل معاهده ما بين قوتين الى حد ما متساويتين ما فيش واحده القوة. تفرض شروطها م. وتستعبد الثانيه تمام كويس right. المعاهد... المعاهده الثانيه او الانواع العهود الثانيه بنسميها رويال جراند تريتيز يعني ايه رويال جراند يعني في مثلا ليتس سي انه بابل العظيمه دي كويس المملكه العظيمه دي بابل بجلاله ادرها مملكه بابل ملك بابل احب ملك اسرائيل اللي هي حتة صغيره دي كده موجوده فيقول له بص الارض بتاعتك دي انا مش هدخلها كويس انا اديها لك كويس مش هستولى عليها و واعتبرها منحه مني ليك ولشعبك كل اللي انا بطلبه منك انك تحت. تبقى ولائك ليا وانا هدافع عنك ولو ما فيش حد هيقدر يجي يهاجم عليك بيسميها رويال جراند انه منحه منحه العهود بقى العهد اللي عودي النوع الثالث من العهود اللي هي العهود اللي بتقطع لما ملك عظيم يصنع شيء لملك اقل اه يعني مثلا آه, مش اه يعني مثلا انا 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 في اسرائيل هنا مملكه صغيره قوي واستعبت مثلا م. فياتي ملك بابل ويحررني لما يحررني ويرجعني بيقطع معايا عهد بنسميه سوزران بازل تريتمنت اللي هو ما بين الملك الكبير وما بين الملك الصغير صغير. وبيبقى ليه مراسيم معينه وليه يعني حتى البنود بتاعته مختلف مرتبة بطريقة م. فلما نيجي إلى العهد المساوي بنكتشف إن هو الجزء التالي ده سيزرن بازل تريتيز م. إن الملك الله كملك كل الأرض بيقطع عهد مع شعب إسرائيل وفي نفس الوقت بيقول لهم أنا العهد ده على أساس مين أنا وعلى أساس أنا عملت معاكم إيه عشان كده لما بيبدأ الـ لما بيبدا سوري خلينا احط الجزء ده لما بيبدا الـ 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 الاصحاح 20 قبل ما يتكلم عن الوصايا العشره يبدا بافتتاحيه مهمه جدا انا مين انت؟ يعني الرب بيقول هنا لموسى انا انا الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه ده الفاونديشن للشريعه ده الاساس للشريعه ربنا ليه بيديني الشريعه؟ لانه عمل معايا عمل عظيم ربنا ليه بيقول لي حب عدوك لانه هو عمل معايا عمل عظيم احبني في المسيح يسوع ربنا بيقول لي ليه اعيش بالقداسه لانه خلصني من الخطيه بموت المسيح نيابه عني فهنا لما نيجي للعهد للناموس المساوي ربنا بيقول له بص انا بدي لك الشريعه دي بس على اساس ايه انا رب الهك الذي اخرجك من مصر من بيت العبوديه مم. وعلى اساس هذه هذا العمل العظيم والفداء انا بديلك الشريعه اللي انت تعيش بيها والمبادئ اللي انت تحفظها لحياتك مم. وبعد كده بيدي طبعا الوصايا العشر واحده ورا الثانيه ويمكن ما جاش الوقت ان احنا ناخدهم لكن ممكن في الدقيقه الاخيره دي مم. نقولهم وبعدين نبقى ناخدهم المره الجايه يقول له لا يكن لك آلهة اخرى امامي ده اول واحده لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ممن في السماء من فوق ومن على الارض من تحت. لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، اذكر يوم السبت لتقدسه نمرة اربعة. اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض نمرة خمسة. لا تقتل نمرة ستة، لا تزني نمرة سبعة، لا تسرق نمرة ثمانية، لا تشهد على قريبك زور نمرة تسعة، لا تشتهي مال قريبك نمرة عشرة. يبقى دول العشر وصايا ودول ممكن نتناولهم واحدة واحدة نتكلم عنهم الأسبوع الجاي بمور ديتيل تفصيل بشكرك دكتور أشرف على كل كلمة الرب نطق بيها على لسانك النهاردة والحقيقة يعني الموضوع جميل وشيق للمعرفة أكتر وأكتر وكل مرة ربنا بيدينا أكتر نور أمين بشكركم محبينا ومتابعين برنامج عبر الكتاب في كل مكان بدعوك عزيزي المشاهد ما تكتفيش بالحلقه، ما تكتفيش بانك شفت ساعه من المعلومات او من الاسئله والاجابات، لكن ادعوك انك تكمل وتبحث انت بعد كده، وتفتح كل موضوع بننتهي منه علشان تستفيد اكتر، وتبحث اكتر، وتشاركنا بتليفونك بعد كده او برسايلك باي شكل سواء على الويب سايت او على ايميلات علشان نكون نقدر بنساعدك في اي سؤال. إلى أن نلتقي معكم محبينا ومشاهدينا في الحلقة القادمة لكم مني كل الشكر رب معكم